موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوى في هوى. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 موطني. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد. نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد. لا نريد بل نعيد مجدنا التاليد مجدنا التاليد. موطني الأثناء يصل رئيس الجمهورية المنتخب السيد عبد المجيد تبون. Thank you.
قامة رئيس الجمهورية. خير ما نفتتح به مراسم تأدية اليمين الدستورية آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسابعنا فضيلة الشيخ بلال بن عمروش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم. الآن رئيس المجلس الدستوري السيد كمال فنيش لقراءة الإعلان الرسمي المتضمن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية للثاني عشر من ديسمبر 2019.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد، فخامة السيد رئيس الجمهورية، فخامة السيد رئيس الدولة، السيد رئيس مجلس الأمة، السيد رئيس مجلس الشعب الوطني، السيد الوزير الأول، السيد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم. والآن أتلو عليكم البيان المجلس الدستوري رقم 3 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 المؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية. إن المجلس الدستوري بناء على الدستور ولا سيما المواد 85 87 88 89 و182 الفقرتان 2 و3 منه، ومن مقتضى القانون العضوي رقم 16/10 المؤرخ 22 ذي القعدة عام 1437 موافق ل 25 شهر سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد 137 145 148 160 الفقرة 2 والمادة 163 الفقرة 4 والمادة 172 منه، وبمقتضى النظام المؤرخ 7 رمضان عام 1440 الموافق ل 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، لا سيما المواد 52 53 54 78 78 مكرر و80 منه عفوا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19245 المؤرخ 15 محرم عام 1441 الموافق ل 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية. وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 36 المؤرخ 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق ل 9 نوفمبر 2019 المتضمن الموافقة على القائمة الانتخابية للمترشحين لانتخاب لرئاسة الجمهورية. وبعد الاطلاع على محاضر الفرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجنة الانتخابية الولائية ومحاضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية المقيمين في الخارج، ونظرا لعدم تلقي المجلس الدستوري أي طعن في عملية التصويت، وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين وبعد تصحيح الأخطاء المادية تضبط النتائج النهائية للأرقام كالتالي: العدد الإجمالي للناخبين المسجلين 24,464,161، العدد الإجمالي للناخبين المصوتين 9,755,840، عدد الأصوات المعبر عنها 8,510,415، الأصوات التي تحصل عليها المترشح السيد تبون عبد المجيد 4,947,523 بنسبة 58.13%، واعتبارا أنه وفقا للمادة 85 الفقرة الثانية من الدستور يتم الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الجزائرية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، واعتبارا أن المترشح السيد تبون عبد المجيد تحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، وبالنتيجة يعلن المجلس الدستوري السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية الجزائرية ديمقراطية شعبية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور. ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 و18 و19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 و15 و16 ديسمبر سنة 2090، تحية الجزائر والمجد والخلود لشهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلمة الآن لفخامة رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح. فخامة رئيس الجمهورية المنتخب
السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد رئيس المجلس الدستوري، السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد الوزير الأول، السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس الأركان الجيش الوطني الشعبي، أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي سادتي، يسعدني بمناسبة حفل تنصيب السيد رئيس الجمهورية أن أوجه تحية إجلال لشعبنا الكريم الذي انخرط بكل وعي وجدية وحرية المسار الحاسم الذي أفضى إلى تنظيم الاقتراع الرئاسي، اقتراع رئاسي أحيط بكل ضمانات الشفافية والنزاهة وجرى في جو من الهدوء والسكينة. كما يطيب لي أن أهنئ السيد عبد المجيد تبون الذي تمت تزكيته رئيسا للجمهورية من طرف الشعب الجزائري، وأن أتوجه له من أعماق القلب بأغلص التهاني وأصدق الأماني بالتوفيق والسداد في منصبه نحو إرساء قواعد الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها شعبنا الأبي. ولا يساورني أدنى شك بأنه أهل لذلك، لما يتحلى به من سمات رجالات الدولة الكبار، يشهد له ذلك مساره الحافل في تقلد المسؤوليات السامية التي هيأته بجدارة اليوم لقيادة البلاد. كما أغتنم السانحة للتنويه لبقية المترشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة الذين أدركوا جيدا الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية، وخاضوا رغم الصعاب غمار هذا الاستحقاق البارز والهام في تاريخ الأمة. من واجبي اليوم أن أؤكد كما سبق لي وأن فعلت مرارا أن الإنجازات التي تحققت في وقت وجيز وفي ظروف صعبة لم تكن لتتحقق لولا التشاور والتنسيق المحكم بين كافة مؤسسات الدولة. وفي الوقت الذي تشرف فيه مهمتي على الانتهاء، أود أن أشهد على ما سيحفظه التاريخ إلى الأبد بخصوص الدور الفاصل والجهود المضنية والعظيمة التي اطلع بها جيشنا الشعبي الوطني الشعبي البار سليل جيش التحرير الوطني الذي يجسد وحدة أمتنا في تأكيده على سمو الدستور وضمان استمرارية الدولة وحماية مؤسسات الجمهورية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وهنا أود أن أوجه تحية خاصة
تحية تقدير وإجلال لقائده السيد الفريق قايد أحمد صالح جراء صفاء. جراء صفاء التزامه إلى جانب شعبنا في هذه المرحلة العصيبة من تاريخه، وعلى مرافقته العملية مرافقة العملية للمسار الذي انتهجته البلاد في مختلف مراحلها من أجل الخروج من أوضاع الأزمة وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة وإصراره في الوقت نفسه على مواجهة الممارسات العدائية وكل المحاولات اليائسة الرامية إلى المساس بالأمن الوطني للبلاد وتعريض وحدتنا الوطنية للخطر. كما لا يفوتني أن أؤدي واجب إسداء الشكر الجزيل إلى السيد الوزير الأول السيد نور الدين بدوي وكافة أعضاء الطاقم الحكومي على عملهم الدؤوب والمخلص الذي أدوه خلال الأشهر السابقة، وأبسط شكري وعرفاني إلى كل أولئك الذين ساهموا في الخفاء والعلن في ضمان ديمومة مؤسسات الدولة وضمان إنجاح المسار الانتخابي، وذلك في سياق يعرف الجميع مدى صعوبته وحساسيته. في هذا الصدد أود أن أعبر مرة أخرى عن خالص شكري وعرفاني لأعضاء مجموعة الشخصيات على العمل القيم الذي أدوه في هيئة حوار الوساطة والحوار. والشكر موصول كذلك لكافة أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهنا بودي أن أسجل أن النتيجة التي تحققت للبلاد أتت بفضل تضافر جهود الجميع وتعاونهم، فلهم مني الشكر والتقدير والعرفان. أقول اليوم بوسع الجزائر الافتخار بكونها عاشت تجربة فريدة من نوعها وسايرت حركة شعبية سلمية وحضارية في كنف الهدوء والكرامة دون إراقة قطرة دم واحدة من دماء أبناء الجزائر. أيها السادة، لقد مضت 9 أشهر منذ أن دعتني ضرورة الواجب الوطني إلى تقلد مسؤولية رئاسة الدولة، مسؤولية لم يكن يراودني فيها أي طموح، ولم أكن بالأساس مهيئا للاضطلاع بها، ولكني فعلت من طرق حبي لوطني وعرفاني بفضله علي. كما لا يخفى عليكم أنني قد عكفت منذ أن تبوأت هذه المسؤولية على ممارسة مهمتي في كنف احترام أحكام الدستور ووفقا لآمال وتطلعات المواطنين والمواطنات. إن التطلعات التي نادت بها
الجماهير الشعبية بسلمية طيلة الأشهر الماضية ستجد ولا شك العناية المطلوبة من قبل السيد رئيس المنتخب السيد عبد المجيد تبون والعمل على تنفيذها. وبالمقابل فإن المصلحة العليا ستحفز ولا شك الجزائريين والجزائريات على الالتفاف حول الرئيس المنتخب وتدعم نهج الحوار والتفتح الذي دعا إليه. أيتها السيدات أيها السادة، لقد كان اقتراع يوم 12 ديسمبر فرصة تاريخية أثبت فيها مواطنونا ومواطناتنا أنهم يحملون الوطن في قلوبهم، وأعطوا بسلوكهم المتحضر المعنى الحقيقي للالتزام بتكريس مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد دولة الحق، دولة المؤسسات التي نتطلع إليها جميعا. إنه حقا ميلاد الجزائر الجديدة. وفي الختام أود أن أنتهز المناسبة لأدعو كافة المواطنين والمواطنات وأفراد الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني المؤمنة للالتفاف حول السيد رئيس الجمهورية المنتخب. ودعم مساره ودعم مسعاه الرامي إلى تحقيق الأهداف النبيلة التي نادى بها من خلال الحملة الانتخابية لإحداث التغيير المطلوب الذي تنشده الأغلبية من شعبنا. شكرا لكم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعو الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد عبد الرشيد طبي لتأدية اليمين الدستورية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. فخامة السيد رئيس الجمهورية، فخامة السيد رئيس الدولة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، سيدات الفضليات، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بناء على إعلان المجلس الدستوري رقم 03/2019 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق للسادس عشر ديسمبر 2019 المتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية ليوم 12 ديسمبر 2019 الذي أعلن السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعملا بأحكام المادة 89 من الدستور التي تنص: يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الدولة في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور تأدية اليمين. وعلى هذا الأساس أدعو فخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية إلى أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 90 من الدستور. تفضل السيد الرئيس لأداء اليمين الدستورية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاء للتضحيات الكبرى. وفاء للتضحيات الكبرى. ولأرواح شهدائنا الأبرار. ولأرواح شهدائنا الأبرار. وقيم ثورة نوفمبر الخالدة. وقيم ثورة نوفمبر الخالدة. أقسم بالله العلي العظيم. أقسم بالله العلي العظيم. أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده. أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده. وأدافع عن الدستور. وأدافع عن الدستور. وأسهر على استمرارية الدولة. وأسهر على استمرارية الدولة. وأعمل على توفير الشروط اللازمة. وأعمل على توفير الشروط اللازمة. للسير العادل للمؤسسات. للسير العادل للمؤسسات. والنظام الدستوري. والنظام الدستوري. وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي. وأسعى من تدعيم المسار الديمقراطي. وأحترم حرية اختيار الشعب. وأحترم اختيار حرية الشعب. ومؤسسات الجمهورية. ومؤسسات الجمهورية. وقوانينها. وقوانينها. وأحافظ على سلامة التراب الوطني. وأحافظ على سلامة التراب الوطني. ووحدة الشعب والأمة. ووحدة الشعب والأمة. وأحمي الحريات. وأحمي الحريات. والحقوق الأساسية. والحقوق الأساسية. للإنسان والمواطن. للإنسان والمواطن. وأعمل بدون هوادة. وأعمل بدون هوادة. من أجل تطور الشعب وازدهاره. من أجل تطور الشعب وازدهاره. وأسعى بكل قواي. وأسعى بكل قواي. في سبيل تحقيق المثل العليا. في سبيل تحقيق المثل العليا. للعدالة. للعدالة. والحرية. والحرية. والسلم في العالم. والسلم في العالم. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. شكرا سيد الرئيس. أعطيك إشهاد من بعد. أعطيك إشهاد. بأداء اليمين اعتمادا على بيان المجلس الدستوري المذكور أعلاه وعملا بمقتضيات المادتين 89 و90 من الدستور أعطي إشهادا لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على أدائه لليمين الدستورية أمام الشعب وبحضور جميع الهيئات العليا في الأمة. والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجزائر أمانة بين يديك سيد الرئيس. حافظ عليها تحفظكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. ندعو الأمين العام لمصافي الاستحقاق الوطني السيد محمد صالح عكا إلى تقدم إلى المنصة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طبقاً للقانون رقم 84/02 المؤرخ في 2 يناير 1984 المتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني وعملاً بمادته الثالثة التي تنص صراحةً يكون رئيس الجمهورية بقوة القانون صدر مصف الاستحقاق الوطني وعليه فبقوة القانون وبإجماع أعضاء مصف الاستحقاق الوطني يُزدى لسيد الرئيس عبد المجيد بالتبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسام برتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني. والله ولي التوفيق. يتفضل السيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة لتقليد السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بوسام صدر مصف الاستحقاق الوطني. موسيقى
النشيد الوطني. Thank you.
ندعو فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لإلقاء خطابه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. فخامة السيد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد رئيس المجلس الدستوري، السيد الوزير الأول، السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أصحاب المعالي والسعادة، سيادتي سيداتي سادتي، أيها الشعب الجزائري الأبي، أيتها المواطنات، أيها المواطنون، يا أبناء وأحفاد شهداء والمجاهدين والوطنيين الأحرار، يسعدني أن أخاطبكم اليوم بصفتي رئيساً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أخاطبكم أنتم الذين صنعتم التاريخ من جديد، وسطرتم مستقبل الجزائر بقراركم السيد يوم 12 ديسمبر 2019، بتلبيتكم نداء الواجب الوطني، وأعدتم الجزائر إلى سكة الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية التي لم يطعن فيها أحد. إن هذا النجاح الكبير هو ثمرة من ثمارة الحراك الشعبي المبارك الذي بادر به شعبنا الكريم عندما استشعر بسريرته وضميره أنه لابد من وثبة وطنية لوقف انهيار الدولة ومؤسستها. ولابد لي هنا أن أتقدم بأحر التهاني والشكر الخالص لكل المواطنات والمواطنين على إسهامهم الفعال في نجاح المسار الانتخابي الديمقراطي الحر والشفاف، وعلى الثقة التي وضعوها في شخصي. كما يجدر بي أن أنوه بالمجهودات الجبارة التي بذلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برئاسة السيد محمد شرفي على تمكنها في ظرف وجيز للغاية من كسب الرهان وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الخالص لإخواني المترشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية بصدق، ومكنوا الشعب الجزائري من فرصة الاختيار الحر والسيد خدمة لوطننا العزيز. كما أغتنم هذه الفرصة لأجزل الشكر للسيد عبد القادر بن صالح على تفانيه بإخلاص منذ أن أبى إلا أن يتحمل بشرف كبير مسؤولية رئاسة الدولة بثقلها في هذا الظرف الدقيق من تاريخ أمتنا. ولا يفوتني
أن أنوه من هذا المقام بخالص بخسارة الشخصية وبما أظهره من حكمة ورصانة في إدارة شؤون البلاد في وقت سادته ظروف حساسة للغاية، وبفضل خبرته الثرية والمشهودة التي كانت مفتاح النجاح في تكريس مقومات العمل المنسجم وتعزيز التنسيق بين رئاسة الجمهورية والقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، مما شكل جسراً آمناً للعبور ببلادنا إلى الغد الأفضل المنشود. وبدون أدنى شك فإنه يجب أن نرفع التحية والتقدير للجيش الوطني الشعبي الباسل المغوار سليل جيش التحرير الوطني، وعلى رأسه نائب وزير الدفاع الوطني قائد الأركان المجاهد الوطني الصادق الفريق أحمد قائد صالح، على الدور الكبير في حماية السيادة الوطنية واستقرار البلاد وأمنها، ووقوفها سداً منيعاً في وجه محاولات التدخل الأجنبي والمؤامرات التي تستهدف وحدة الأمة والبلاد، ومرافقة الحراك الشعبي في سبيل تحقيق مطالبه المشروعة. وها هي قد تحققت وما بقي منها، فأنا أجدد التزامي بمد يدي للجميع من أجل إكمال تحقيقها في إطار التوافق الوطني وقانون الجمهورية. والشكر موصول بلا مواربة لأسلاك الأمن جميعاً، من شرطة ودرك لكونها العين الصاهر على أمن الأمة واستقرارها. أيها الشعب الأبي، أيتها المواطنات، أيها المواطنون، يا أبناء وأحفاد الشهداء والمجاهدين والوطنيين الأحرار، يتعين علينا اليوم جميعاً أن نطوي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة، فهي والله عوامل الهدم والتدمير. وقد أمرنا الله عز وجل بنبذ الخلافات والتنازع حتى لا نفشل وتذهب ريحنا. إننا جميعا جزائريون، ليس فينا من هو أفضل من الآخر، إلا بقدر ما نقدمه من عمل خالص لجزائرنا العزيزة، كتلك التضحيات الجليلة والجبارة المصحوبة بنكر الذات التي قدمها أجدادنا وأباؤنا في تحرير البلاد من الثورات الشعبية إلى الحركة الوطنية، وصولاً لثورة نوفمبر المدفرة والمقدسة. إننا اليوم ملزمون جميعاً أينما كنا وأينما وجدنا ومهما تباينت مشاربنا الثقافية والسياسية، ملزمون ولا خيار لنا إلا أن نضع اليد في اليد من أجل تحقيق حلم الآباء والأجداد وحلم شبابنا في الحاضر وأجيال الجزائر والمستقبل، ببناء جمهورية جديدة قوية مهيبة الجانب، مستقرة ومزدهرة، مسترشدين ببيان ثورة نوفمبر المجيدة الذي كلما انحرفنا عنه
إلا وأصابتنا عوامل التفرقة والتشتت والضعف والهوان. وكما قلتها مرارا خلال الحملة الانتخابية، فإن عملنا السياسي يستمد روحه من مبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة، التي هي مصدر إلهامنا وعزمنا، بل والمرجع الثابت لكل السياسات التي ننتهجها، والمتطلعة إلى بناء جزائر جديدة منيعة تتحقق فيها بإرادة الشعب، دولة المؤسسات، ويعلو فيها الحق والقانون، وتتبوأ فيها الكفاءات من الشباب مواقع القيادة والمسؤولية لتحقيق الوثبة النوعية المبتغات على درب النهضة الشاملة. إن جزائر اليوم تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات، تفادياً لما آلت إليه مجهولة العواقب. وبناء عليه كنت قد أعلنت أن الدولة ستكون مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا نحو التغيير الجذري لنمط الحكم والتمكين لعهد جديد قوامه احترام المبادئ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. إن الأوضاع التي تمر بها البلاد تفرض علينا أكثر من وقت مضى أن نحسن حوكمتنا لمعالجة نقاط الضعف ببلدنا وخلق الظروف اللازمة لإعادة بعث النمو الاقتصادي وضمان إعادة النهوض ببلدنا وإرجاعها لمكانتها بين الأمم والتي لم يكن لينصرف عنها أبدا. وقصد التصدي لهذه التحديات يتوجب علينا أن نتجاوز معا وبسرعة الوضع السياسي الراهن للخوض في القضايا الجوهرية للبلاد عبر انتهاج استراتيجية شاملة مبنية على رؤية سياسية واضحة تهدف إلى استعادة الشعب ثقته بدولته والثقافة والالتفاف حولها بغية ضمان استقرارها ومستقبلها. كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى استعادة هيبة الدولة من خلال الاستمرار في مكافحة منتظمة للفساد وسياسة اللا عقاب وممارسات التوزيع العشوائي للريع البترولي. هذه الخطوة تفرض من جهة إطلاق سياسة اجتماعية ثقافية لأجل خلق بيئة ملائمة للازدهار شبابنا، ومن جهة أخرى إعادة بعث التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع منشآت قاعدية كبرى وتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع النسيج الصناعي عبر ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع النشاط الاقتصادي الذي يخلق الثروة ويوفر مناصب الشغل. وأخيراً سوف تكون هذه الاستراتيجية مدعومة بسياسة خارجية مكيفة مع مصالح بلدنا الاستراتيجية والاقتصادية ومناسبة مع متطلبات الظرفية والسياق الجيوسياسي. من شأن هذه النظرة تجسيد الالتزامات التي قطعتها على نفسي أمامكم والتي سيكون تنفيذها على منهجية عمادها الحوار والتشاور. أيها الشعب الجزائري الأبي العظيم، أيتها المواطنات أيها المواطنون،
يا أبناء وأحفاد شهداء والمجاهدين والوطنيين الأحرار، يا من عودتم الجزائر على ضرب أروع الأمثلة في التضحية عندما يتعلق الأمر بمصير الوطن ومستقبل الأمة، إننا اليوم مقبلون على تضحيات جسام من أجل بناء الجمهورية الجديدة بناء على الالتزامات التي صوتتم عليها بشفافية وسيادة يوم 12 ديسمبر 2019، ويتعين علي اليوم بصفتي رئيسا للجمهورية أن أذكركم بأهم تلك الالتزامات، وعلى رأسها تعديل الدستور الذي هو حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة، حيث أجدد التزامي بذلك خلال الأشهر الأولى إن لم أقل الأسابيع الأولى بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك. دستور يجدد العهد الرئاسي مرة واحدة فقط ويقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية. دستور يحصن الجزائر من السقوط في الحكم الفردي، ويحقق الفصل الحقيقي بين السلطات، ويخلق التوازن بينها. دستور يحدد حصانة الأشخاص ولا يمنح للفاسد أي حصانة في الملاحقة القضائية. دستور يحمي الحرية الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام وحق التظاهر، كما ألتزم بأخلقة الحياة السياسية وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال قانون الانتخابات الجديد الذي يحدد شروط الترشح لمناصب بوضوح، ويتم تجريم تدخل المال الفاسد في العمل السياسي وشراء الأصوات والدمم حتى يتمكن الشباب وخاصة الجامعيين منهم من الحصول على فرصة للترشح والفوز، وتكون حملتهم الانتخابية من تمويل الدولة لحمايتهم من الوقوع فريسة في يد المال الفاسد. وفي مجال الاقتصاد سنسعى لبناء اقتصاد وطني قوي متنوع مذرا للثروة مولدا لمناصب الشغل صانعا للرفاه الاجتماعي يقوي أمننا الغذائي ويحصن الأمة من التبعية القاتلة للخارج وللمحروقات. وفي هذا الإطار فإنني أوجه دعوة خالصة صادقة مطمئنة نابعة من صميم القلب إلى جميع رجال المال والأعمال الوطنيين الشرفاء والمؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية إلى الاستثمار بقوة في كل القطاعات وفي كل ربوع الوطن، وسوف يجدون من الدولة كل الدعم وكل الامتيازات الضرورية، وإني أضع يدي في يدكم للإسهام في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة. وسوف تنتهج الدولة أسلوب الصرامة في تسيير المال العام، ولن أسمح بالعبث به أبدا. تقوم الدولة بإطلاق خطة عمل للشباب بهدف تمكينه من خلق مؤسسات اقتصادية ناشئة ومنحها الامتيازات اللازمة لتحقيق النجاح. ونقوم بتثمين الإنتاج الوطني، ولا نستورد إلا ما ينقصنا فعلا
بهدف منع هدر العملة الصعبة وزيادة الإنتاج الوطني. كذلك سيتم تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وتنويع المجالات الاقتصادية مثل الاقتصاد الجبلي والصحراوي والساحلي. وسوف نفتح آفاقا واسعة لاقتصاد المنزل الذي تستفيد منه خاصة المرأة الماكثة في البيت وإلغاء الضرائب عنه. ومن المؤكد أيضا وضع خطة استعجالية لتحديث الزراعة لضمان الأمن الغذائي في المرحلة الأولى والوصول إلى التصدير في المرحلة الثانية. ولا ننسى السياحة كعامل اقتصادي مدير للثروة ومولد لمناصب الشغل من خلال عدة آليات، بدعم مكانة الوكالات السياحية، تصنيف المناطق السياحية في الجزائر، خلق رحلات جوية بأثمان تنافسية، وتخفيف إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية. أيها الشعب الجزائري الأبي، أيتها المواطنات، أيها المواطنون، يا أبناء وأحفاد شهداء والمجاهدين والوطنيين الأحرار، ستقوم الدولة أيضا بإصلاح عميق في نظام الضرائب ووقف الظلم والتعسف في هذا المجال، مع منح التحفيزات الضريبية بهدف تطوير الإنتاج الوطني خاصة للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وسوف تخفف الدولة الضرائب على كل مؤسسة عمومية وخاصة تخلق مناصب الشغل، وستوضع آليات واضحة لهذا الغرض. وفي مجال الطاقة ستقوم الدولة بتشجيع الطاقات البديلة والمتجددة والعمل على تصديرها، فضلا عن تعزيز تواجدنا الطاقوي في أوروبا وآسيا وغيرهما. وسنعيد إحياء المشاريع الكبرى لتصدير الطاقة المتجددة. وفي قطاع الثقافة ستعمل الدولة على تطوير الصناعة السينمائية، فضلا عن منح امتيازات ضريبية لتطوير الإنتاج الثقافي والسينمائي والفكري، مع الاهتمام بالوضع الاجتماعي للفنان. أما بالنسبة للإعلام، فإني أدعو وسائل الإعلام الوطنية لأن تكون في مستوى تطلعات الأمة، والتنوير والتعبئة والمراقبة، بفضل تعزيز الاحترافية والمهنية البعيدة عن التضليل والدعاية المغرضة والتشويه والتجريح والقذف في حق أي كان. وسوف تجد وسائل الإعلام من الدولة كل الدعم والتحفيز من أجل ممارسة إعلامية في ظل حرية لا حدود لها سوى القانون والأخلاق والأداب العامة، والتأكد من مصادر المعلومات مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وسنعمل بكل جد لحل مشكل الإشهار العمومي بصفة نهائية، وجعله وسيلة لدعم حرية الإعلام والإبداع، ودعم الصحف الإلكترونية وتشجيع المؤسسات الإعلامية. إن المجال الاجتماعي سيحظى بالعناية اللازمة، بل سيمنح أولوية كبيرة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري. إن الطبقة المتوسطة وخاصة الطبقة الهشة ستجد الدولة إلى جانبها حتى توفر لها كريم العيش الذي يصون كرامتها.
بتنفيذ جميع الالتزامات التي التزمت بها في برنامجي الانتخابي، حيث ستعمل الدولة على القضاء النهائي على أزمة السكن، ولن أرضى لأي جزائري أن يعيش في كوخ أو بيت قصديري صيانة لكرامته وكرامة أبنائه. وستعمل الدولة بكل قوة رفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين، خاصة الطبقة الوسطى والهشة، مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف. وفي المجال الصحي سيتم وضع خطة متكاملة للوقاية من خلال التشخيص المجاني والمبكر للرجال والنساء، خاصة بالنسبة للأمراض المرتبطة بالسن. كما يتم التشخيص المجاني المبكر لكل الأمراض عن طريق المدرسة والجامعة ومراكز تكوين وتشجيع جميع المواطنين على التشخيص لكل الأمراض بصفة مبكرة. وسوف تضمن الدولة حصول جميع المواطنين على رعاية صحية نوعية بزيادة الحصة المالية لقطاع الصحة، وإنشاء مستشفيات جامعية جديدة، وحل معضلة الاستعجالات الطبية. كذلك سيتم تشجيع الاستثمار في إنتاج الأدوية وتطوير الصناعة المحلية للدواء. وسوف يحظى المنتسبون لقطاع الصحة بالعناية اللازمة من طرف الدولة مادياً ومعنوياً بمراجعة نظام الخدمة المدنية، ومنح امتيازات هامة للأطباء وللأسلاك شبه الطبي في الهضاب والجنوب. أيها المواطنون، يا أبناء وأحفاد الشهداء والمجاهدين والوطنيين الأحرار، إن التعليم الذي أصبح يؤرق العائلة والدولة معا، فإننا نعمل بعون الله على وضع حل نهائي لمشكل تقل المحفظة مع مراجعة البرنامج الدراسي وتخفيفه، خاصة في الابتدائي، حتى يسمح للطفل كي يعيش طفولته. وسوف تقوم الدولة بتدعيم المطاعم المدرسية في كل جهات الوطن، لا سيما النائية والأرياف والصحراء، مع تدعيم النقل المدرسي، فضلا عن الاهتمام المؤكد بالمعلم ماديا واجتماعيا. كما قال الشاعر: فالمعلم كاد أن يكون رسولا. وكذلك الحال بالتعليم العالي الذي نراهن عليه ليلعب دورا رائدا في بناء الجمهورية الجديدة. فالمشكل في الجامعة ليس كما يطرح حاليا نظام كلاسيكي أو ألمدي، بل لا بد من تطوير البرامج للارتقاء بمستوى المتخرجين، ولا بد من ربط الجامعة بعالم الشغل حتى تكون قاطرة في بناء اقتصادي قوي، سواء في ذلك الاقتصاد التقليدي أو الاقتصاد المعرفة. كذلك ستعمل الدولة على مراجعة المنحة الجامعية مع تثمين المنحة بالنسبة للعلوم الدقيقة، كما يتعين علينا تثمين مهنة الأستاذ والباحث ماديا واجتماعيا. وسيتم إشراك الجامعيين أنفسهم في عملية النهوض بالتعليم العالي من كل الجوانب، بما في ذلك مشكلة توحيد لغة التعليم من الابتدائي إلى الجامعة. وسوف تعطى الحرية الكاملة للأسرة الجامعية في استقلالية الجامعات وخلق أقطاب امتياز وتخفيف وطأة البيروقراطية
التي تقتل الإبداع والابتكار، وإنه من الضروري أن تحظى الرياضة بالاهتمام بداية من المدرسة وصولا إلى رياضة النخبة، وسيتم دعم الفرق المحترفة بقطاع أراضي لإنشاء ملاعب وخلق إمكانيات مالية، وستعمل الدولة على تشجيع رياضة النخبة مثل ألعاب القوى ودعم شبابها ماديا للتحضير الجيد. ولا بد أيضا أن أجدد التزامي مرة أخرى بالعمل الجاد على حل جميع النزاعات العالقة. أتمنى أن يكون ذلك في ظرف وجيز جدا لمختلف فئات المجتمع مثل المعطوبين والمشطوبين والذين أعيد تجنيدهم ومتقاعدين وشبكات الإدماج وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم. لا بد أن يشعر الجزائري بجزائريته وكرامته. وفي مجال الدفاع والأمن، ستواصل الدولة تعزيز المهنية والاحترافية والجاهزية القتالية للجيش الوطني الشعبي، وستعمل على رفع معنويات أفراد الجيش المرابطين على الحدود وفي الهضاب وفي الجبال من أجل استقرار الجزائر بالتحفيزات اللازمة، وكذلك أسلاك الأمن والدرك باعتبارها العين الساهرة على أمن وأفراد الممتلكات والمجتمع. إن الدبلوماسية الجزائرية في الجمهورية الجديدة ستضع نصب أعينها مصلحة الجزائر أولا ومصلحة جاليتنا حيثما كانت وأينما وجدت، وإن أعضاء السلك الدبلوماسي سيتم تقييمهم بشكل دوري بناء على النتائج التي تحققت في هذا المجال. وستنشأ الدولة هيئات قانونية على مستوى السفارات والقنصليات للدفاع الفوري عن كل جزائري يهان في الخارج. شريطة التزام أفراد الجالية بقوانين الدولة المضيفة، وأكرر التزامي بأن تأخذ الدولة على عاتقها بآليات لتسريع نقل جثامين جزائريين المتوفون في الخارج مواساة لأبنائنا في المهجر وتخفيفا لأحزانهم. وسوف تحرص الجزائر على بناء علاقات صداقة وتعاون مع كل دول العالم باستثناء تلك التي لا تربطنا بها علاقات دبلوماسية لأسباب موضوعية. وستظل الجزائر تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما ترفض بقوة محاولات التدخل في شؤونها الداخلية مهما كانت تلك المحاولات. وتمد الجزائر يدها لجميع الدول لإسهام في محاربة الإرهاب العالمي والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والمخدرات وكل الآفات الاجتماعية العالمية، بهدف الإسهام بفعالية في تحقيق السلم والأمن العالميين. إن بناء صرح المغرب العربي الذي حلم به آباؤنا وأجدادنا سيظل في قامة اهتمامات الدولة الجزائرية، وتسعى الدولة الجزائرية جاهدة للحفاظ على حسن الجوار وتحسين العلاقات الأخوية والتعاون مع كل دول المغرب العربي، ولا يلقى منا أشقاءنا أبدا ما يسوءهم أو يعكر صفوهم. ولا بد لي أن أعلن بوضوح
أن مسألة الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وينبغي أن تظل بعيدة عن تعكير العلاقات الأخوية مع الأشقاء. وسوف تبذل الجزائر مزيداً من الجهد في سبيل تحقيق استقرار ليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية، وهذا من واجباتنا وأولوياتنا. وبهذه المناسبة فإن الجزائر تدعو جميع الإخوة الليبيين إلى لم صفوفهم وتجاوز خلافاتهم ونبذ التدخلات الخارجية التي تباعد بينهم وتحول دون تحقيق غايتهم في بناء ليبيا الموحدة المستقرة المزدهرة. فالجزائر أولى وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا، أحب من أحب وكره من كره. ولن تقبل الجزائر أبدا بإبعادها عن الحلول المقترحة للملف الليبي، وتبقى الجزائر تمد يدها لجميع الدول العربية بدون استثناء لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون ورص الصف ونبذ الفرقة والخلافات وتجاوز المحن والمصائب التي تشهدها في الآونة الأخيرة تحت مسميات مختلفة. إننا نتطلع بشوق لنرى أشقاءنا في سوريا والعراق واليمن قد تجاوزوا محنتهم، وإننا على استعداد للإسهام في سبيل تيسير سبل تحقيق ذلك بصدق وإخلاص وحسن النية. كذلك لن تدخر الجزائر أي جهد في سبيل إصلاح الجامعة العربية بصفتها المظلة الجامعة لكل العرب والمعبرة عن وحدتهم ووحدة مصيرهم. لا تكتمل هذه الكلمة التي أوجهها لكم اليوم إلا بالوقوف عند القضية الفلسطينية، لنعلن أنها من ثوابت السياسة الخارجية للدولة الجزائرية، وسوف تظل مثلما كنا منذ الأزل سند لإخواننا الفلسطينيين. لن نتأخر في الاستجابة لندائهم، وسوف نقف إلى جانب نضالهم حتى تحقيق حقهم المشروع في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشريف وتحقيق حق العودة. وأغتنم هذه السانحة لأدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يواجه قوة استعمار غاشمة، وذلك بتطبيق كل القرارات للأمم المتحدة ذلك ذات صلة بإطار الشرعية الدولية. أيها الشعب الجزائري الأبي، أيتها المواطنات، أيها المواطنون، يا أحفاد وأبناء الشهداء والمجاهدين والوطنيين الأحرار، لا ينبغي لنا ونحن نقف بشموخ على طريق تأسيس الجمهورية الجديدة أن ننسى إخواننا في دول الساحل الإفريقي، فهم إخوة لنا في الدين، وإنما المؤمنون إخوة، وهم لنا جيران، والإسلام يوصي بحسن الجوار. سوف تبذل الجزائر مزيدا من الجهد في الإسهام في استقرار منطقة الساحل وتعزيز التنمية فيها وتفعيل علاقات التعاون أكثر فأكثر. وسوف تبذل الدبلوماسية الجزائرية مزيدا من الجهد من أجل تطبيق ميثاق السلم والمصالحة في جمهورية مالي الشقيقة الذي تم التوقيع عليه في الجزائر العاصمة.
وسوف تظل الجزائر بابا مفتوحا ويدا ممدودة لهم لمساعدتهم على تجاوز خلافاتهم. لقد تحملت المسؤولية الكبرى من أجل أن نعمل معا على تحقيق حلم بناء الجمهورية الجديدة في إطار بيان ثورة نوفمبر المجيدة الخالدة، وإني أدعوكم جميعا لكي تكونوا سندا لي، ساعدوني وشجعوني إذا أصبت، وقوموني وصوبوني إذا جانبت الصواب. كونوا الجدار المنيع الذي يقوي ويحميني لكي نكون جميعا مفخرة لجزائرنا العزيزة الغالية، جزائر القانون والعدل والأخلاق، جزائر كما قلت وكررت لا يظلم فيها أحد. وقبل أن أنهي هذه الكلمة أرجو منكم ومن خلالكم إلى كل من هم تحت سلطتكم أن يسحب من هذه اللحظة لا قبل فخامة يسحب لقب الفخامة ليوصف الرئيس الجمهورية بالسيد وفقط. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي وسادتي الكرام، إنه لمن دواعي السرور لدي أن أعلن أمامكم اليوم أنني قد قررت إسداء وسام من مصف الاستحقاق الوطني بدرجة صدر للسيد عبد القادر بن صالح نظير المجهودات العظيمة التي بذلها طيلة تقلده مسؤولية رئيس الدولة في سبيل الحفاظ على استمرارية الدولة وسير مؤسساتها. كما قررت بصفة استثنائية أن أسدي وساما من مصف الاستحقاق الوطني بدرجة صدر لسيادة الفريق أحمد قائد صالح. نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نظير جهوده الجبارة والدور الكبير الذي طلع به في المرحلة الحساسة لأجل إثبات سمو الدستور وضمان سلامة المواطنين وأمن البلاد ومؤسساتها الجمهورية. والشكر موصول لكل الجيش الوطني الشعبي. شكرا. تبعا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ندعو الأمين العام لمصف الاستحقاق الوطني السيد محمد صالح عكا للتقدم إلى المنصة ثانية. شكرا. عملا بالقانون 84/2 مؤرخ في 2 يناير 1984 المتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني
يسدي السيد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صدر مصف الاستحقاق الوطني وسام برتبة صدر للسيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة نظير مجهوداته الجبارة التي قدمها للدولة الجزائرية وتقدير لصبره الثبور وما تحمله من عبء ثقيل ومسؤولية جسام في ظرف استثنائي لا سيما تقلده أمانة إدارة الدولة في مرحلة عصيبة تميز فيها بالحكمة الرشيدة وبعد النظر من أجل تسليم المشعل إلى رئيس منتخب ديمقراطي وشعبي. إن هذه المسيرة المشرفة والحافلة بفضائل ذكرين الذات والوفاء إلى الوطن والأداء الحسن للواجب تؤكد مدى التزام هذا الرجل بحسه العالي ووطنيته الراسخة لبلده وشعبه الأبي. أرجو من السيد الرئيس التفضل بالتقليد. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يسدي السيد الرئيس عبد المجيد التبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسام برتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني للسيد نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي المجاهد أحمد قايد صالح. تقديراً وعرفاناً لمسيرته الحافلة بالمآثر جاهد بإخلاص في ثورة التحرير المباركة وساهم بصدق وبعد نظر في تحديث جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وتنويهم بعمله الجبار في صون سيادتنا الترابية ووحدة شعبنا وتأمين وحماية الدولة ومؤسساتها ومرافقته للشعب في انتفاضاته المباركة بسلمية ومسؤولية. نهاية مراسم تأدية اليمين الدستورية، ندعو الحضور للبقاء في أماكنهم ليتسنى لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والسيد عبد القادر بن صالح مغادرة القاعة.